داول على المنتخبات من سنة أمان من سنة الأدانية حتىش أمان يلعب خط الظهير أيمن ومحور دفاع، وهذا يعني يدل لي النادي الأفريقي قاعدة عاملة برنامج السنة وللأعوام القادمة إن شاء الله. كيف كوليبالي يعني لاعب شاب 19 سنة، اختير احسن ظهير ايمن في كأس العالم الأخيرة، وان شاء الله يعني امضى معنا عقد بخمس سنوات كيف يعني ان شاء الله نشوفوه في القريب العاجل مع فريق الأكابر هو موجود، وان شاء الله سي تلميذ دو كونفيرمي يعني بخمس سنوات. مرحبا بك. في نفس السياق حميد الجرجي لاعب كما تشوفوا 20 سنة لاعب شاب، إن شاء الله نشوفوا منه كان خير، نحن تفرجنا فيه ونعرفوه ونعرفوا اللي باش ينجم يقدم بإضافة، وبإذن الله في المواسم القادمة باش يكون من هدافين البطولة. المسلاتي يمضى معنا عقد 3 سنوات، مرحبا بك عقد. عبد القادر الوسلاتي ظهير ايمن وينجم يكون ان جوار اوفنسيف، جانا من فريق كبير اللي هو الاتليتيكو مدريد، وان شاء الله نشوفوا يعني العمر الى مارفوازان باذن الله يكون كما اللاعبين الشبان يعني اللي باش يكونوا مستقبل النادي الحاضر والمستقبل ان شاء الله. لازم نحكي على هدف النادي الافريقي. لاعب دحنوس ظهير ايسر 24 سنة، ورى خسارة كبيرة في البطولة التونسية، ومرحبا به في النادي الافريقي، وان شاء الله بيانتو نشوفوه في الفريق الاول ان شاء الله معنا. مرحبا بك في النادي الافريقي. كيف الشناحي يظل قيمة ثابتة، لاعب منتخب الجزائري 25 سنة يلعب في الرباط الأيسر والأيمن ورا الأتاكون، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله من واحد. بانتو سكار مرحبا بك يا بني في النادي الأفريقي. الكاس والبطولة والشامبيونز ليغ بإذن الله، بإذن الله باش
باش نلعبوا على ثلاثة تدروات وإن شاء الله في آخر الموسم باش نحصلوا على ثلاثة تدروات وإن شاء الله.